لما بتزعل من المدام ويحصل ما بينكم خلافات، هل انت من انصار اسيبها لما تهدى عشان نروح نتصالح، ولا بتصالحها في نفس الوقت؟ خلينا نروح نشوف دينا شرف تحب ايه بالظبط. هل تحب تتصالح على طول ولا تحب شويه كده على ما تهدى؟ والزعل ياخد وقته كمان معاكم، يعني انتوا بتحبوا الزعل جدا. لا بالعكس، بس هصبح عليك الاول. صباح الخير يا شادي. صباح الخير يا جمانة. صباح الخير وسعاده للمصريين كلهم. انا عايز احسم الجدل النهارده. طبعا ان مفيش ست بتهدى لما انت بتسيبها تهدى. ولو رحت لها اكتر، يعني هو كانك ايه، ولا تقعد كبريت. لا والله بالعكس، احنا بكلمه بسيطه جدا بنتراضى. لكن انتوا فعلا زي ما جوبالا بتقول، زعلكم وحش، بتطولوا في الزعل. جدا. انا بس عايز اصلا مش عارفه، مش بديكي فرصه حتى يعني تسيبيها، تسيبها ترد. لا بس انا عايز اقول حاجه، بس احنا بكلمه بسيطه بنتراضى. دي ده كلام بنشوفه. لا والله والله كلام مش بيتقال، بس ده حقيقه. والله ست طيبه جدا، كائن طيب جدا والله. انتوا فهمونا بس. حاضر. قدرونا. حاضر. هو فعلا زي ما انا بقول كده، ان احنا محتاجين الاحتواء والاهتمام وقت الزعل. على فكره بكلمه بسيطه جدا ممكن نتراضى، بس هو اختلاف وجهات النظر. يعني الراجل دايما بيحب يهدى وبعدين يتكلم في الموضوع تاني، على عكس الست بتبقى عايزه تعمل الخناقه وتتصالح وكل حاجه تخلص في قعده واحده. هو عنده طريقه معينه احنا لا بنقدر نفهمهم ولا هم بيقدروا يتواصلوا معانا في ده، فده اللي بيسبب المشاكل جدا. بس انا باكد تاني وبحسم الجدل وبقول ان مفيش ست بتهدى لما بنسيبها تهدى، بالعكس النار بتولع اكتر.